السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. مصطفى رجب خبير العلوم. نبدأ النهاردة إن شاء الله مسائل هامة جدا في الفيزياء. نبدأ مع بعض مسألة من اللي بتيجي في الامتحانات. قذف جسم رأسيا لأعلى بسرعة 20 متر على الثانية، احسب أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم. مسألة زي ديت تعتبر ما فيهاش من المعطيات إلا حاجة واحدة. إذا أول ما أشوف قذف جسم رأسيا لأعلى، في حاجتين بكتبهم كده في الهامش من المعطيات. قذف رأسيا لأعلى، إذا في F بتساوي 0. ثانيا عجلة الجاذبية بتساوي -10 أو بتساوي -9.8. الاتنين صح. عندي المجهول دي، عايز المسافة. إذا السرعة الابتدائية في I بتساوي 20. طيب المعطيات اللي عندي ديت تعطيني ان انا ممكن استخدم اي معادلة. طبعا من المعادلة التالتة. المعادلة الاولى ما تنفعش. ليه؟ لان ما فيهاش المسافة دي. المعادلة التانية ما تنفعش لان ما فيهاش في اف، فيها في اي لكن ما فيهاش في اف. يبقى في اتنين مجهول عندي. اذا المعادلة التالتة بتقول في اف تربيع يساوي في اي تربيع زائد 2 اي دي. دي المعادلة التالتة. من هنا بنبدأ نغير الاي، بنخليها جي. يبقى انا عندي هنا 2 جي دي، وهنا زائد في اي تربيع زي ما هي، الفي اف تربيع زي ما هي. طبعا هنا عندي في اف 0 هتساوي الفي اي تربيع عندي 20 في 20، نقفل القوس، ناقص عشان سقوط لأعلى، قذف رأسيا لأعلى، يبقى 2 في 10 دي. يبقى عندي هنا الطرف الأيسر 20 دي بيساوي 20 في 20. هنكنسل 20 مع 20، إذا الدي اللي هي المسافة اللي هو عاوزها بتساوي 20 متر. مسألة جميلة، وفكرتها إن في حاجتين ممكن ما يتعطوش في المسألة: السرعة النهائية وعجلة الإيه؟ الجاذبية. ان شاء الله انا اعمل لكم مراجعة للفيزياء للصف الاول الثانوي، الرابط بتاعها اسفل الفيديو. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو في مناقشات ولا اي استفسار ممكن نشارك على الصفحة مصطفى رجب خبير العلوم. والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.